مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل نجدد لكم التحيه، وها هي انطلاقه شوطنا الثالث عشر في مجموعه الاشواط وشوطنا الثالث عشر والخاص بانطلاقه وتحديات اللقايه. هنا القعدان المهجنات الاصايل بشعارات ابناء القبائل التي نسير فيها مع هذه التحديات الجميلة التي نتابعها هنا بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الصباحي الجميل. نتابع هذه الانطلاقة، نسير هنا مع الانطلاقات، نتابع التحديات، نتابع صدارة هذا الشوط والمقدمة والمركز الأول والمنطلق على الصدارة هنا بهذا الانطلاق. رماد محمد بن حميد بن محمد بن حارب الشامسي من يقدم لنا رمادي بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة، بينما هناك الرسمي حمد بن علي بن سلطان الدرعي يأتينا ثانيا، والمركز الثالث الفارس علي بن محمد بن قناص العامري يأتي بهذا الانطلاق المميز القادم بهذه الانطلاقة هنا أيضا بهذه التحديات. هنا لاذي عبد الله بن مطر بن حاذة الاكتبي يقدم لنا لاذي بهذا الانطلاق الجميل، بينما الوصول من مخيف عبيد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري مع هذه الانطلاقة. نتابع مشاهدينا الكرام سادس أشواطنا، هنا يأتينا حفلان لمطر بن محمد بن دحروي العامري بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة، منطلقا هنا بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الرائع الجميل هنا هذه الانطلاقة وبهذه التحديات التي نتابعها من أرضية هذا الميدان. نتابع هذه الانطلاقات، نتابع هناك من الجانب الآخر المنطلق مياس راشد بن محمد بن علي بر هناك أيضا أو المتسلل هناك بهذه الانطلاقة يأتينا مياس راشد بن محمد بن علي برصاصة المنصوري وحمدان بن محمد بن نايع هنا أيضا من يصل بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة هنا متسللا بهذا الانطلاق المميز. نتابع هنا الوصول من قبل حشيم خليفة بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري وعاشر مراكزنا المنطلق هنا الصيرمي محمد بن سعيد بن راشد بن سلومة الخاطري، وكذلك هنا هملول سلطان بن سعيد بن مهير بن حما الدرمكي. هذه هي النتيجة، هذه هي النتيجة لمراكزنا الأولى المنطلقة وأسامي قادمة أيضا. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط هنا والمنطلق على الصدارة. رماد 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 محمد بن حميد بن محمد بن حارب الشامسي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني من الجانب الآخر هناك المنطلق الرسمي حمد بن علي بن سلطان الدرعي ووصل مخيف عبيد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري من يأتي بمخيف هذه الانطلاقة على ثالث مراكزنا. المركز الرابع هملول سلطان بن سعيد بن مهير برحمة الدرمكي من يأتينا هذا الانطلاق المميز. هنا القدوم من مغادر صالح بن حمد بن شلويح العومري، وهناك مياس راشد بن محمد بن علي برصاص المنصوري هنا من رصاص المنصوري من ينطلق بهذه الانطلاقة الجميلة. هناك التقدم من الفارس علي بن محمد بن قناص العامري هنا منطلقا بهذه الانطلاقات. حمدان بن محمد بن نايع هنا أيضا بشاوير غفري من يأتينا بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة.
بينما القادم هنا القادم مرضي سعيد بن حمد بن دليله بن لويع العامري هنا منطلقا بهذه الانطلاقه والوصول هنا من رايد لناصر بن راشد ايضا بن عبد الله المزروعي هنا قادم بهذه الانطلاقه. هنا نتابع الانطلاقات القدوم من قبل هنا هشيم خليفة بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري والمتسلل الواضح عزيز بن مبارك بن عزيز المحرمي الله الله. هنا اختلط الحابلي بالنابل ولكن اعود الى الصدارة الى المقدمة والرسمي الرسمي 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 حمد بن علي بن سلطان الدرعي من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول مع الكيلومتر الاخير من غير على المركز الاول هملول في المركز الثاني سلطان بن سعيد بن مهير برحمة الدرمكي وياتينا مغادر صالح بن حمد بن شلويح العامري وهنا شعار ناصر بن عبد الله المزروعي القادم ايضا بهذا الانطلاق على المركز الرابع بالانطلاقة الجميلة وخامسا صايب محمد بن فهد بن محمد بن سعيد العيدة هنا من يأتينا على المركز الخامس ولكن الرسمي الرسمي على الصدارة الرسمي على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا المنطلق حمد بن علي بن سلطان الدرعي هو الرايد القادم بهذه الانطلاقة هنا رايق 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 وهو رايق ايضا وعين على الصدارة راشد بن ناصر بن عبد الله المزروعي من يأتينا بهذا الانطلاق والتحدي الجميل وبينما هنا الفهد صايب 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 قادم صايب محمد بن فهد بن محمد بن سعيد العيدة العيدة القادم بهذه الانطلاقة الجميلة ولكن رايق على الصدارة رايق على المقدمة ناصر بن راشد بن عبد الله المزروعي وهنا صايب صايب ورايق صايب ورايق هنا اللحظات الأخيرة ولكن سلامي من المرموم إلى المرموم من المرموم إلى المرموم مع رايق تهانينا ناصر بن راشد بن عبد الله المزروعي على هذا الفوز المميز بينما فاز فهد صايب ياتينا هناك محمد بن فهد محمد بن سعيد العيده والرسمي حمد بن علي بن سلطان الدرعي وهناك شباب احمد بن سلم بطي العيالي والمنطلق هناك ياتي ايضا الصيرمي الصيرمي محمد بن سعيد بن راهب بن سلومه الخاطري. هذه هي النتيجه نعود مع التوقيت الزمني وهنا 7 دقائق 37 ثانية و9 من الأجزاء من الثانية التوقيت رايق تهانينا لناصر بن راشد بن عبد الله المزروعي صايب سجل 7 دقائق 38 ثانية و5 أجزاء من الثانية تهانينا وناموس لأيضا محمد بن فهد محمد بن سعيد العيدة بينما 7 دقائق 39 ثانية و7 أجزاء من الثانية التوقيت الزمني للرسمي حمد بن علي بن سلطان الدرعي تهانينا وناموس تهانينا للجميع.